لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، ومن الجرعات المهمة جدا في ذم الكسل والحث على الاستعانة بالله عز وجل وترك العجز ما جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث إذا تأمله المسلم وتدبره كان من أعظم الدوافع للاجتهاد في العمل وترك العجز والكسل. تعالوا أيها الأحبة نعيش في ظلال هذا الحديث المهم. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المراد بالقوة هنا من يكمل؟ نعم، قوة الإيمان. المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. إذن أين التفسير الذي يتبادر إلى أذهاننا حينما نسمع هذا الحديث؟ بل كلنا تقريبا حينما يسمع هذا الحديث يفسر القوة بإيه؟ قوة البدن. تلحظ أن الإمام النووي رحمه الله بل وكذا شراح الحديث إنما أشاروا إلى المعنى الإيماني، القوة في طاعة الله عز وجل. إذن أنت حينما تنشط في طاعة الله عز وجل تحسن استغلال العشر الأواخر بإحسان العبادة والطاعة، هذا يجعلك أحب إلى الله من هذا المتكاسل. تخيل معي هذا المعنى المهم، هذا يجعلك أحب إلى الله عز وجل من مؤمن آخر لكنه متكاسل في هذه المعاني. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك. وهذا ترجمته في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول إيه؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد وصيتكم بهذه الوصية في أول الاعتكاف، أنك إذا قمت تصلي وأردت أن تحوز القرب من الله عز وجل والأنس به، ربما تراودك نفسك على الكسل وتضعف وتكسل، فلذلك كرر وألح على الله عز وجل بالدعاء بقولك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أطلب المدد من الله عز وجل والمعونة على الطاعة وعلى إحسان العبادة، ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: إن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وإن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوة المضعفة للنفس، لأن بعضنا ينتظر حتى تواتيه نفسه على العبادة، وهل ستأتي؟ وهل سيكون ذلك؟ لابد من قهر النفس
وإكراه النفس على القيام للعبادة والاجتهاد فيها خصوصا في مثل هذه المواسم، لأن النفس تحب الكسل وتحب الراحة والدعة، فإن وافقها الإنسان ضاعت منه حياته وضاع العمر وضاعت هذه المواسم الشريفة. فينبغي له إكراه نفسه على طاعة الله لكي تقوم بطاعة الله على أحسن الوجوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما المقصود بها؟ ما تجيبوا لنا شوية جوائز من عندكم. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إيه تفتح عمل الشيطان؟ هاي يا إخوان يا عباد الله، يعني إيه؟ نعم، الشيطان يفرح. نعم، أي تفتح عليك الحزن على ما مضى والجزع من المقدور وترك الصبر عليه، وذلك يضر ولا ينفع، وينافي التسليم لأمر الله عز وجل والرضا بما قدره، وينافي اليقين بأن ما أصابك فهو بإذن الله. ما أصابك من مصيبة إيه؟ إلا بإذن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وأنه لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن لو أن الإنسان ظل في مراجعة نفسه بهذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه الحزن، ربما يترك الصبر، ربما لا يسلم لأمر الله عز وجل فيضره ذلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات صفة المحبة لله تعالى، وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، وأنها تتعلق بإرادته ومشيئته، يعني صفة فعلية، وأيضا تتفاضل، فمحبته للمؤمن القوي أعظم من إيه؟ من محبته للمؤمن الضعيف. ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. قول لا إله إلا الله هذا قول إيه؟ لا أنتم مش معايا خالص كده. قول لا إله إلا الله قول إيه؟ قول اللسان. إماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، الحياء عمل قلبي. هذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، أعلى مراتب الإيمان. ومن لم يصل إلى هذه المرتبة، لا سواك وريحة معاهم ماشي حلوين، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. مين يقول لنا المؤمن القوي عشان يحصل الوصف ده يعمل ايه؟ مش بقول لكم مش معايا لسه قايلها. هذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، من قام بها حق القيام، الشعب المذكورة في هذا الحديث السابق، كمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن كمل نفسه بالعلم النافع، اجتهد في العمل الصالح، كمل غيره بالدعوة إلى الله التواصي بالصبر، فهذا هو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان. ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم، المؤمن القوي إيه؟ خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال: وفي كل ليه قال دي؟ لماذا قال هذه العبارة؟ ده بيجتهد. نعم، عشان ما يفهمش منها ذم المؤمن الضعيف، لأنه قال وفي كل خير. هذا فيه فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول، عشان الناس ما تقدحش فيه ما تزمهوش. قول الخير اللي موجود فيه. وانت ممكن تقول والله ده فلان ده
وتمدحه وتذم الآخر فهذا يضره، لكن تقول فيه كذا وكذا من الخير وفي كذا ولكن كذا أفضل منه وهكذا. وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر. وفي الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا، ويجمعهم ثلاثة أقسام. أقسام المؤمنين ثلاثة، إيه هي؟ أيوة، السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بإيه؟ كمل بقى. السابقون إلى الخيرات دول يا جماعة أعلى قسم في الأمة. طبعا أنت بتنافس زي ما قلنا في أول الاعتكاف الشركات والهيئات والأفراد بينافسوا على الوصول للإيه؟ ها؟ الجودة، نسيت ولا إيه أول كلمة؟ المنافسة على الوصول لأعلى مستوى في الجودة. طيب أنت نفس المعنى المفروض توصل لأعلى مستوى في الجودة في الإيه؟ في العبادة، وخصوصا أنت في المسجد. هو واحد مش عارف يعبد ربنا في المسجد هيعبده فين؟ وفي العشر الأواخر من رمضان وليل نهار قاعد ولا بيشوف واحدة متبرجة ولا بيسمع واحد بيسب دين ولا واحد بيشرب سيجارة ولا أي حاجة من وجع القلب ده، إن ما وصلش لأعلى مستوى في العبادة في الأيام دي وفي المكان ده هيوصلها فين؟ هي فرصة إذن. لذلك أقول أعلى أقسام هذه الأمة السابقون بالخيرات. إيه عملهم بقى عشان نجتهد اللي احنا نبقى زيهم؟ بيعملوا السابقون بالخيرات، ها؟ أدوا، قاموا بالواجبات وأتبعوها بإيه؟ مستحبات. يبقى أنت لما تتكاسل في ركعتين سنة وفي يوم تصوم وفي ركعتين قيام ليل وتلاقي نفسك عمال بتنزل من مستوى الجودة لمستوى أقل منه، من مستوى السابقين بالخيرات هتنزل لمستوى مين؟ المقتصدين. تركوا المحرمات ومعها إيه كمان؟ المكروهات وفضول المباحات. عشان كده عمالين نزق في الناس، يا عم كفاية أكل، يا عم مش هتعرف تصلي، وأنت بتاكل أكتر من حاجتك وكفايتك، وتقف في الصلاة تقلان ونيمان وحالتك حال، فتبالك، والناس عايزة تنام 10 ساعات لو تثابت، وده بيظهر خلي بالك، بيطلعوا من الاعتكاف يقول لك نعوض بقى، كانوا معذبين لنا يومين ثلاثة كده، لكنه ما كانش بينام يعني، فتبالك، خلاص ما فيش نعوض دي، الموت قرب خلاص والدنيا بتخلص والناس بتموت، اجتهد لتلقى الله سبحانه وتعالى. يبقى أعلى الأقسام السابقون بالخيرات قاموا بالواجبات والمستحبات، قولوا معايا، تركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. الزائد من الأشياء المباحة فضول النوم، فضول الطعام، فضول الكلام، خدت بالك، فضول الخلطة، هذه تضر القلب وتفسده. وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال. ثم القسم الثاني بقى المقتصدون، مين بقى هم؟ الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات، ادي قسم. القسم الثالث، ها، القسم الثالث الظالمون لانفسهم الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. الاقسام الثلاثه ان شاء الله ما قالهم ايه؟ الجنه، صح كده، جنات عدن يدخلونه كما قال الله عز وجل يحلون فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، ايه اللي ما ينفعك اللي انت تحرص عليه؟ وبيقول لك احرص على ما ينفعك، هو ايه؟ كل طاعة، قوة الإيمان، صح كده، ما ينفعك في الدنيا والآخرة. الأمور النافعة قسمان، أمور دينية وأمور دنيوية، والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية، فمدار ساعدته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تعالى. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان فلاحه. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلانا لم يدرك شيئا، والكسل هو أصل الخيبة والفشل. فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان حريصا ولكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو مفوتة للكمال، لو كان كذا إيه اللي يحصل؟ كان ثمرة حرصه الخيبة
وفوات الخير وحصول الشر والضرر. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللج إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وأن لا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام على ربه بباطنه وظاهره، فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. احرص على ما ينفعك. الأمور النافعة في الدين ما هي؟ خدوا بالكم، أنا بسأل عشان أبين لكم اللي احنا محتاجين فعلا نقرأ شروح السنة، زي ما احنا محتاجين نقرأ شرح القرآن وتفسيره، محتاجين نقرأ في كتب السنة والشروح، مليانة كنوز ومليانة خيرات، شرح مسلم مثلا، شرح البخاري، أو حتى شرح النووية، شرح رياض الصالحين، كلها خيرات والله وكنوز. إيه بقى الأمور النافعة في الدين؟ ترجع لكم أمر. الأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. العلم النافع هو العلم المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والوضع أو الموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. وشوف إحنا بنركز قد إيه على قضية العلم، ودعوتنا بفضل الله تعالى دعوة مشهورة بأنها دعوة علمية، لكن أكثر الناس للأسف وأكثر المعتكفين لا تراه ربما إلا من العام إلى العام. طيب خلال السنة أنت فين من الدروس؟ فين المداومة على درس طول السنة كي تزكي نفسك وقلبك وكي تصلح أحوالك؟ قل من يواظب ويداوم، ولذلك يكون في نزول، حتى إذا جاء رمضان يريد أن يرتقي، فيرتقي في رمضان شيئا، ثم بعد رمضان ينزل مرة أخرى، فيأتي رمضان الذي بعد فيرتقي، ينتهي رمضان ينزل. لا، نحن نريد أن نرتفع في رمضان ونحتفظ بهذا الارتفاع إلى أن يأتي رمضان الآخر فيكون ارتفاع ثاني، وهكذا حتى تلقى الله عز وجل وأنت على اجتهاد، وليس كما يفعل أكثر الناس. فمن حرص في علمه على ما ينفعه وحصل العلم النافع يعني، واستعان بالله، أعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة، والشيخ نبه لطريقة حفظ المختصرات، يحفظ مختصر في فن من الفنون ثم يعني يقرأ شرحا لهذا المختصر، هذه التي يشير إلى طريقة النافعة. من سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. يبقى الأمور النافعة في الدين ترجع لأمرين: علم نافع وإيه؟ وعمل صالح. الأمر الثاني هو العمل الصالح، فهو العمل الذي جمع بين الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبل عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك. ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله وحقوق خلقه، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها. يقول بعد كلام: وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات، لأن الأمر ليس فقط بفعل الواجبات وإنما كذلك بترك المحرمات ابتغاء وجه الله. يقول: فمن وفق أو فمتى وفق العبد بسلوك هذا الطريق في العمل واستعان بالله على ذلك أفلح وأنجح، وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور، ونقصه بحسب ما فاته منها. إذن علم ومداومة عليه وإتباع العلم بالعمل الصالح واجتهاد في الدعوة إلى الله، هذا هو الكمال. انتقصت من ذلك شيئا انتقصت من الكمال. هذا في الأمور النافعة في الدين. أما الأمور النافعة في الدنيا
فالعبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله. يعني ما ينفعك في أمور الدنيا الكسب والسعي للقيام بواجب النفس واجب من يعول ومن يقوم بمؤنته وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق وينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية من الزكاة والصدقة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال، ويقصد كذلك المكاسب الطيبة متجنبا للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله بها. يعني الساعات اللي انت بتقضيها في الدنيا في العمل اللي كان تاجر أو صانع أو غير ذلك، الساعات دي تؤجر عليها، تاخد عليها حسنات. هو ذكر هذه النوايا وهذه أشار إلى هذه المسائل المهمة، أن ينوي بسعيه القيام بواجب نفسه حتى لا يتكفف الناس، واجب من يعول، نفق على الأهل والأولاد، ينوي الكفاف والاستغناء عن الخلق، ينوي تحصيل العبوديات المالية، يكون معه مال كي يتصدق وينفق في سبيل الله، يقصد المكاسب الطيبة، يتجنب المكاسب الخبيثة، هذا يكون سعيه لله. ومن تمام ذلك ألا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتها. يقول لك أنا راجل خبرة 30-40 سنة، أنا تاجر ابن تاجر، يعني أعتمد على إيه؟ حولي وخبراتي، فيخزل. يقول لا يتكل على حوله وقوته وذكائه، بل يستعين بربه متوكلا عليه راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها وأقربها تحصيلا لمراده. يسأل ربه أن يبارك له في رزقه، فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة، ومن بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة، ومن بركة الرزق ألا ينسى العبد الفضل في المعاملة. يعني حينما يعامل الناس ولا تنسوا الفضل بينكم، ييسر على الموسرين وينظر المعسرين ويحابي عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير، يعني لا يكون متشددا بل يعني يعطي الناس ويزيد الناس. فإن قيل أي المكاسب أفضل، ده سؤال عايزكم تجاوبوا بقى عليه، أي المكاسب أفضل؟ فاهمين السؤال؟ يعني لا 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 غلط، لا أي المكاسب، أي أنواع العمل، يعني تبقى طبيب ولا تبقى مهندس ولا تبقى، خلاص خليك طبيب مفيش مشكلة. ها التجارة، ده حديث ضعيف، راعي الغنم، ايه رأيكم في الرجل ده بيقول لكم راعي الغنم؟ ها أي المكاسب أولى وأفضل؟ العلم. قال اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة، ومنهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها، وكل منهم أدلى بحجته. والحديث هذا هو الفاصل للنزاع في قوله احرص على ما ينفعك، هل عين؟ لم يعين. فالنافع معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذه الإجابة، النافع يختلف بحسب الأحوال والأشخاص، فكل إنسان بحسب ما يناسبه ويقوم به. ثم حض صلى الله عليه وسلم على الرضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على النافع. قد يصيب الإنسان ما يكرهه، تحصل له مصيبة في العمل، صح كده؟ هيعمل إيه لما يخسر؟ ها؟ مش كده؟ إذا صاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب، أصل أنا ما عملتش كذا، أصل أنا ما روحتش، ها؟ التي يظن نفعها لو فعلها، بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه وتستريح نفسه. فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب. وهذه الحال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الطرق لراحة القلب وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة،
وهو الحرص على الأمور النافعة والاجتهاد في تحصيلها والاستعانة بالله عليها وشكر الله على ما يسره منها والرضا عنه بما فات ولم يحصل منها. هل دوما لو تفتح عمل الشيطان؟ يقول: واعلم أن استعمال لو يختلف باختلاف ما قصد بها، فإن استعملت في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت فيها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان، وكذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة وصاحبها آثم ولو لم يباشر المعصية لأنه تمنى حصولها. أما إذا استعملت في تمني الخير، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، إيه؟ ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه، كلام عائشة رضي الله عنه. إذن هذه الأحاديث فيها استعمال إيه؟ لو، فهذا يدلك على أنه ليس دوما مذموما. إذا استعملت في تمني الخير أو في بيان العلم النافع، لو أنكم تتوكلون على الله، ها، فإنها محمودة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة ومن لازمه اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله، يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته، ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة. فعليهم جميعا أن يحرصوا على الأمور النافعة وهي المصالح الكلية، والاستعداد لأعدائهم بكل ما يستطاع مما يناسب الوقت من القوة المعنوية والمادية، ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك مستعينين بالله على تحقيقه وتكميله ودفع جميع ما يضد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها معروف. يقول في آخر كلامه: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافعة، وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، ولا يتم الدين إلا بهما، بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما، لأن قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه نية وهمة وفعلا وتدبيرا. واستعن بالله إيمان بالقضاء والقدر، وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد التام على حوله وقوته في جلب المصالح ودفع المضار، مع الثقة التامة بالله في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته، والله المستعان. أرأيتم الكنوز المخبوءة تحت الكلمات النبوية؟ كم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أنوار تنير قلوبنا وحياتنا، لو أننا أحسننا التعامل مع هذه النصوص واستخراج هذه الكنوز لتغيرت والله حياتنا. بالمناسبة، هذا النقل من كتاب للشيخ السعدي أنصحكم باقتنائه، وهو بهجة قلوب الأبرار. بهجة قلوب الأبرار هذا يشرح فيه أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صنيع الإمام النووي حينما شرح الأربعين النووية ونحو ذلك، انتقى الشيخ السعدي عدة أحاديث وشرحها بهذه الطريقة التي سمعتموها. لعلنا حينما سمعنا هذا الحديث تتغير نظرتنا للحياة، ابتداء في العمل بطاعة الله عز وجل نحرص على الأكمل والأفضل، نحرص على تحصيل العلم وطلبه، ونحرص على تحويل ذلك إلى عمل صالح والوصول إلى أعلى ما يمكن فيه، الإتيان بالفرائض وإتمام وإتباع هذه الفرائض بالنوافل، اجتناب المحرمات والمكروهات، التقلل من المباحات، فإن هذا يرفعك لمصاف الأولياء والأصفياء. وهذا في مقابله إنما هو طعن بسكين حاد لهذا الكسل الجاثم على نفوس وعقول وقلوب وأجساد الكثيرين فيما يكون حتى بعد الاعتكاف وبعد رمضان، بدل أن ينشط في العلم النافع وأن يجتهد في العمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل، تجد الكثير من مظاهر الكسل. لعل هذه الشحنات التي نذكرها تكون سببا لدفع ذلك بإذن الله تعالى. في لقائنا القادم معنا حكم باهرة ومواعظ بالغة في ذم الكسل والحث على النشاط والعلم والعمل، ثم تكون خاتمة هذه اللقاءات بعد درسين
في علاج الكسل، علاجات من القرآن وعلاجات من السنة وأقوال العلماء والحكماء. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.